مرحبا، أنا زيود من حضانة الدانا. ماما أخبرتني أن هناك فيروس اسمه الكورونا، وهو فيروس شرير ويكره النظافة. ها، أنا كورونا، سنقضي عليك وسأدخل إلى جسمك حتى تصبح مريضا جدا. أنت أيها الشرير، أين تجلس؟ أجلس في كل مكان، أجلس على يدك وأجلس على الطاولة وأجلس في كل الأماكن القذرة. ولكن أنا أقوى منك، وماما أخبرتني أن أغسل يداي كل 20 دقيقة، وأخبرتني أن أنظف أي شيء قبل أن ألمسه، وأن أشرب الكثير من الماء والبرتقال. لا لا تشرب البرتقال، ستقضي علي. لا تضع هذا المعقم على الطاولة فأنا سأموت. نعم قتلتك، فأنا أقوى منك. يا أصحابي، لا تخافون من الكورونا، فقد تجنبوا اقتراب الناس واشربوا الكثير من الماء والبرتقال وحافظوا على النظافة، وستكونون أقوياء مثلي.